حياتكم سعيدة. الجوكر، أكيد حضراتكم عارفين إيه هو الجوكر. الجوكر اللي حضوره يتقل اللعبة، يخليها مهمة، يقلب موازينها ويغير نتائجها. الجوكر اللي بيبقى بالنسبة لزمايله مصدر الأمان والاطمئنان، وبيبقوا حاسين إن هم كسبانين لو كل واحد فيهم عمل اللي عليه طول ما معاهم الجوكر. والجوكر هي الورقة اللي لما بتجيلك بتبتسم، تشعر بالسعادة وتشعر في نفس الوقت بالثقة. واعتدنا إن إحنا نقول كلمة جوكر على الشخص اللي يقدر يعمل أي حاجة وكل حاجة بنفس الكفاءة وبنفس القدرة على النجاح. إحنا النهاردة هيكون ضيفنا في استوديو مساء الخير الجوكر، فنان لو ركزت شوية هتحس إن هو قاعد جنبك على الكنبة، ولو ركزت أكتر هتحس إن هو بالتأكيد شبه حد من قرايبك، خالك، عمك، أي حد أنت في عيلتك بتحس معاه بالألفة، وطلته بتعمل لك حالة من البهجة وحالة من الثقة أنك تتفرج على شيء جيد ولطيف في نفس الوقت. فنان مثقف، وثقافته خلت عنده فلسفته الخاصة اللي عن طريقها قدر يكون رؤيته لماهية الفن وضرورة الفن وجدوى الفن ودور الفن، وبالتالي ده أثر على قناعاته في اختيار أدواره. كوميديان من طراز مختلف جدا، عنده نوع من الكوميديا الرزينة لكنها فتاكة، ولأنه زي ما بقول لحضراتكم جوكر مش بس هو كوميديان، استطاع أنه يجيد مختلف أنواع الأدوار، ولنا في أدوار الشر مثال. أيضا على المستوى الشخصي هو إنسان طيب، خلوق، محب للآخرين، دامث الخلق، محب جدا للعمل العام وللخدمة والعمل النقابي، وبالتأكيد هو محب وعاشق للمسرح، لأكثر من 104 مسرحية في مختلف أشكال المسرح ومختلف أنواع المسرحيات اللي تقدمت، وكان من أهمها بالتأكيد روائع المسرح العالمي والمسرح المصري اللي أنا سعدت بأنها كانت جزء من يعني تغذية تكويني في رغبتي وعشقي لهذا المجال. طبعا كان السنة دي لي أعمال في رمضان مهمة جدا، منها على سبيل المثال اللعبة جت سليمة، وحبيناه في أدوار كتيرة جدا زي ألبومه، زي آسف على الإزعاج، زي حملة فريزر، زي وقال البحر في بداياته، وليت القبض على فاطمة، والراجل والحصان، لهفة، نيلي وشريهان، أعمال كتيرة جدا، الضوء الشارق، مسرحيات وأفلام، هنقول إيه، أكتر من 400 عمل فني متميزين ومتنوعين ومختلفين قدمه لنا وأمتعنا بكل الأعمال دي. هيكون النهاردة ضيفنا في استوديو مساء الخير الفنان القدير الجوكر سامي مغاوري. هيكون عندنا فقرة إخبارية قصيرة علشان نستقبل ضيفنا إن شاء الله في الاستوديو، وهنبدأها بأهم الأخبار، يعني الحدث مثار الحديث في كل وكالات الأنباء كل القنوات اليوم، وهو الانتخابات التركية وفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة. فالرئيس التركي رغب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وحصل أردوغان تقريبا 52.3% بعد فرز 100% من الصناديق تقريبا بإجمالي 27 مليون صوت، فيما حصد منافسه كليتشدار أوغلو نحو 24 مليون صوت. النتائج الأولية طبعا بتقول إن أردوغان تفوق في 52 محافظة تركية مقابل 29 لأوغلو. وأكد رئيس هيئة الانتخابات التركية إنه لا مشاكل اعترضت جولة الإعادة، وإن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، فيما ذكر وزير الداخلية التركي أنه تم نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع. والحقيقة شفنا كلنا عبر وسائل الإعلام الخطاب اللي بيقوله أردوغان كالعادة، خطاب الشرفة، خطاب النصر اللي كل أنصاره منتظرينه، اللي قال فيه باي باي أغلو، والاحتفال والغناء مع أنصاره، وقبل كده على مدار اليوم هو بيوزع الأموال على أنصاره، والجو الاحتفالي. والحقيقة إنه أردوغان بينتظره كثير من الملفات، ولاية جديدة لأردوغان محتاجة إعادة حسابات إقليميا ودوليا، لأنه أردوغان علاقاته
الأوروبية ليست في أفضل حال، علاقاته الأمريكية في أسوأ أحوالها. كان بيقول أن بايدن هو اللي بيدعم منافسه، يعني بيحشد المعارضة ضده، عنده ملفات داخلية كبيرة جدا، التضخم وغلاء الأسعار وأثار الزلزال وانهيار العملة، أشياء كتيرة جدا في انتظار أردوغان. إحنا إن شاء الله غدا هيكون في تحليل تفصيلي لما يعني ايه فوز أردوغان، يعني ايه المعارضة قدرت تصل للشارع بهذا الشكل، ومع ذلك رغم كل الظروف ما زال حزب أردوغان يعني ليه شعبية كبيرة. كل التحليلات وكل العلاقات اللي تخص تركيا في الفترة القادمة شرقا وغربا وعلاقات مع مصر هتكون في حلقة الغد، هنقشها زميل إيهاب صبحي بالتحليل المفصل. خلونا نروح لأخبار السيد الرئيس. السيد الرئيس السيسي بيؤكد دعمه الكامل لمكتبة الأسكندرية ودورها المهم، حيث التقى الرئيس اليوم مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدد من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس للمكتبة، إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري. أيضا استكمالا لأخبار السيد الرئيس، استقبل السيد الرئيس السيسي اليوم السيد عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة العراقي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وأكد الرئيس الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو الخاص بنشاط السيد الرئيس اليوم ونرجع نستكمل معكم. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربية الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والأثر، والمهندس هاني عزر، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة، إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضاري. وقد حرص السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري استعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز
ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن جهود مكتبة الأسكندرية لنشر العلم والمعرفة. إحنا معانا على الهاتف الأستاذ إبراهيم الدراوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا يا فندم. يعني الحقيقة طيار الحكمة العراقي طيار شديد الأهمية والتأثير في العراق، وطيار يعني منفتح على كل المكونات في العراق، ويعني وله أهمية كبيرة. فخلينا نتحدث عن دلالة وأهمية هذه الزيارة وما دار فيها اليوم مع سيادة الرئيس. يعني خلينا نقول ان الزياره مهمه جدا خاصه في هذا التوقيت. ولو عايز ارجع حضرتك يعني الى الوراء قليلا، تتميز العلاقه المصريه العراقيه بالقوه التاريخيه، حيث تمتد الى عقود من الزمن. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014 عملت مصر على تعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات بالمناسبة. وفي عام 2017 قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى العراق، وكانت هذه أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 27 عاما تقريبا. وخلال الزيارة دي تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال مثل الطاقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. وأيضا ما زالت تستمر العلاقات المصرية العراقية في التعزيز، وشهدت في الفترة الأخيرة زيارات زي هذه الزيارة رسمية إن كانت أو شعبية بين مسؤولين مصريين وعراقيين، سواء كان في القاهرة أو إلى بغداد. وتأتي مثل هذه الزيارات لتعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف. وتسعى ومصر تسعى في هذا التوقيت إلى يعني تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، سواء كان في بين العراق وبين القاهرة. وهذه الزيارة كما حضرتك تحدثتي أهميتها من عمار الحكيم الذي يعني هو شخصية مرموقة داخل العراق، لا حضور طاغي داخل العراق، هناك يعني حشد شعبي لدى هذه الشخصية. الرجل تحدث بكل صراحة وبكل وضوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عباس كامل الذي كان يحضر اللقاء بكل أريحية عما يدور في المنطقة وما يحدث فيها. وهناك حالة من الشغفية بين القاهرة ومصر، بين مصر والعراق ومسؤولين، وسواء كان على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي، في كيفية التعامل التام والوئام الذي يحدث بين العلاقة المصرية العراقية. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ إبراهيم الدراوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. خلونا ناخد مع حضراتكم التهنئة اللي تقدم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. خلونا نستكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من أخبار. هنروح لرئيس الوزراء اللي بيبحث مقترح تأسيس شركة للمصريين في الخارج للاستثمار. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار، بحضور السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من المسؤولين. وأعرب عن سعادته بهذه المبادرة وقال: نحن حريصون على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة. معنا على الهاتف الأستاذ عادل جابر، أمين عام الاتحاد المصري اتحاد المصريين في الخارج فرع الأردن. مساء الخير يا فندم.
شغال يا فندم. خلينا نمسك بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا نتكلم عن اهميه تاسيس الشركه للمصريين في الخارج للاستثمار ودورها في ربط المصريين في الخارج والاسهام في يعني انها تساعدهم للاستثمار في بلدهم في فتره يعني مصر منفتحه على فكره الاستثمار واستثمار وفتح على القطاع الخاص وعلى يعني كل ما هو جاذب لفرص استثماريه مصريه. الأول مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المشاهدين وكل الموجودين معنا. الاقتراح أو الفكرة فكرة كويسة وفكرة عظيمة للم أبناء الوطن للوطن. طبعا خلينا نقول مقولة دايما إحنا بنقولها إن الإنسان أغلى ما نملك. والإنسان لما بيلاقي اهتمام من الوطن له في الخارج بيكون دافع قوي له أوي إن هو يكون معطاء أكتر للوطن. فالمجهودات اللي بتقوم بيها يعني الدولة عامة والجمهورية الجديدة عموما مجهودات للمصريين في الخارج عظيمة جدا، والمصريين في الخارج والعائدين كمان يعني والعائدين من الخارج. فعملية اقتراح دولة رئيس الوزراء بإنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج وكمان نذكر العائدين ده مشروع عظيم بيدي فرصة ودفع قوية لأبناء الوطن في الخارج بتواجدهم في قلب ومشاركتهم في تنمية المجتمع والوطن. فهي جميلة جدا والاقتراح ممتاز، بس هيا بينا نبدأ. وهو ده في انتظار ان احنا نبدأ فعلا، لانه ده يعني زي ما قلت حضرتك امر هام لربط المصريين في الخارج والعائدين وايضا يعني لتحقيق عوائد استثماريه جيده. انا بشكر حضرتك استاذ عادل جابر امين عام اتحاد المصريين في الخارج فرع الاردن. استكمالا لاخبار رئيس الوزراء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم افتتاح ملتقى بنات مصر 2023 في دورته الثامنه تحت شعار فرص مصر الواعده لتصدير صناعه التشييد والبناء لدول الاقليم، وينظم الاتحاد الافريقي لمقاول التشييد والبناء. وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة حجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان في تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استنادا إلى خبراته الواسعة في هذا المجال، حيث يشارك في الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية. معانا على الهاتف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير يا أستاذ، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن ملتقى بنات مصر 2023، أهميته تبادل الخبرات الاستثمارات الدور اللي ممكن يقوم به يعني في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة. طبعا انا في البدايه بحيي اتحاد المقاولين الافريقي اللي في مصر، واللي احنا طبعا بنفخر ان مقره في القاهره وبيرأسه زميل مهندس عزيز من الزملاء المصريين اللي هم قامتهم عاليه جدا. بحيي هذا المؤتمر، بحيي الانجازات اللي بتتم في العلاقه ما بين مصر وافريقيا في مجال هندسه التشييد وفي مجال المقاولات وتبادل الخبرات وتصدير المنتجات الصناعية من مصر. طبعا هذا المؤتمر بيدعم هذه الاتجاهات، وده طبعا دور هام جدا ودور بالغ الأهمية لمصر. احنا النهاردة يعني عندنا علامات فارقة، عندنا المشروع العظيم اللي هو بيتم في تنزانيا سد نيريري اللي بتقوم به المقاولين العرب، عندنا مشروعات طرق متعددة في بلدان أفريقية كثيرة. احنا مهتمين جدا بان مصر تكون احد المصادر الرئيسية لتصدير المنتجات البناء. احنا في مصر النهاردة عندنا نهضة صناعية، عندنا يعني صناعة قوية جدا في مجال مواد البناء وكل ما يخص صناعة التشييد. عندنا القدرة ان احنا نصدر شركاتنا لتقوم باعمال الانشاءات والمقاولات في دول افريقيا. من هنا بقول ان هذا المؤتمر والاتحاد الافريقي بيقوموا بدور كبير جدا، وكلنا محتاجين ان احنا ندي كل الدعم ليهم علشان نقدر نحقق فعلا انجاز مصري افريقي
يحقق لينا مكاسب عديدة ويحقق لينا أوضاع طيبة جدا. أنا بشكر حضرتك جدا سيد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين على وجود حضرتك معنا. خلوني أروح يعني هنكتفي بهذا القدر من الأخبار وأروح مع حضراتكم لصورة وتعليق. الصورة اللي هنتكلم عنها النهاردة أو الحكاية اللي هحكيها لحضراتكم النهاردة تبتدي من سبعينات القرن الماضي لما كانت طفلة عندها 4-5 سنين وكانت عندها حلم مشيت وراه. الحكاية ليها 3 دروس مهمين نتكلم عنهم. هذه الطفلة كانت بتحلم إنها تطير، بتتساءل هي ليه ملهاش جناحات وبتطير، وكانت بتتفرج على الصقور وتقول أنا في يوم من الأيام حبقى بطير جنب الصقور دي. في معرض الكتاب شافت كتاب لفت نظرها لأنه كله يتكلم عن الطيران. كانت طفلة وطلبت من والدها يشتريه، والدها قال لها لأ، قالت له مش عايزة أتفسح ولا عايزة أي حاجة، هات لي الكتاب ده. ما قدرش يشتريه لأن كان ثمنه وقتها 130 جنيه، وقال لها جملة من ضمن الدروس اللي هقول لحضراتكم عليها. وابتدت تروح المعرض بشكل يومي تبص على الكتاب وتتفرج عليه تحاول تفهم منه أي حاجة. خرجت من كلية الهندسة قسم ميكانيكا باور ودخلت تدرس بعد كده في معهد التدريب الطيران المدني الطيران، وقدرت أنها تنهي تدريبها وفي مطار أسيوط وتحلق بأول رحلة كقائد طائرة. والدها ما سابهاش وكان معها في هذه الرحلة اللي كانت متجهة للكويت. رحلتها شافت فيها مش رحلتها دي رحلة حياتها، شافت فيها تقدير وشافت فيها كتير من الخوف والشك ونظرات القلق في عيون الناس. التقدير جالها كتير جدا لتمكنها وقدراتها، ومنهم لما قادت لأول مرة طائرة الإيرباص أحد السياسيين قال لها إحنا في إيد أمينة. المخاوف كانت يعني حسب ما بتحكي مرة مع أحد الرحلات أو في أحد الرحلات، كانت رحلة مليئة بيعني صعيدة من جنوب مصر وكان عندهم حالة من القلق، فمسكت الميكروفون وقالت لهم بمنتهى الثقة كابتن نهى عبد الرحمن من كوم سعدة مركز البداري أسيوط تحييكم. تحول الموقف تماما وبقى فيه رغبة في الدعم والتقدير لبنت الصعيد اللي قدرت انها تقود الطائرة وتصفيق بعد ما انتهت الرحلة. كابتن نهى عبد الرحمن القصة مش في إنها أول قائد طائرة، بالعكس إحنا عندنا قائد طائرة من أيام لطيفة النادي في الثلاثينات وبعدها في كتير، لكن كابتن نهى هي أول مدربة طيران مصرية بتدرب على الطيران، بتستخدم كل الطرق علشان توصل المعلومة بشكل جيد لأن قناعتها إنه الطائرة شيء بملايين الملايين وبيحمل داخله أرواح أغلى من هذه الملايين، فاللي يطلع يقود الطائرة لازم يكون على أقصى درجات الكفاءة، فهي أول مدربة طيران مصرية. زي ما دايما بحب أكلم حضراتكم عن أول كل حاجة، الدروس الثلاثة المستفادة أولهم دعم الأسرة، الأب اللي كان ورا حلم بنته، والجملة اللي قالها لها قال لها لما تكبري وتشتغلي وتكسبي فلوس اشتري اللي انت عايزة، ففهمت وعرفت إنها محتاجة تعمل مجهود علشان تقدر توصل للي هي عايزة. والدها اللي ما سيبهاش اطلاقا في اول رحلة ليها وكان دايما بيدعمها، بس كل مشكلته انه كان خايف ليفوتها قطر الجواز. الدعم الثاني كان من الزوج، تزوجت وبقى لها تقريبا 25 سنة وعندها ولد وبنت، حد مهندس وحد بيدرس اقتصاد، وبتقول انه زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة ناجحة رجل عظيم. دعم الزوج وتصديقه في حلم زوجته وتصديقه في قدراتها وإمكانياتها وفرحته بنجاحها أمر شديد الأهمية. أما الدرس الثالث فهو تمكين المرأة، الدولة والدور اللي بتقوم به الدولة وإصرارها كخطة واستراتيجية إنه المرأة تجد مكان لها، اللي محتاجين دايما جنبه لا يقل أهمية عنه دعم المجتمع. إلا ما بيكون موجود بتكون المرأة متألقة، متألقة بدعم الأسرة والزوج والمجتمع بجانب كل القوانين الخاصة بتمكين المرأة، المجتمع اللي بيقبل وبيدعم وبيصدق. إحنا عندنا المنظومة اللي تقدر تقدم كابتن ناجح جدا زي نهى عبد الرحمن، أو تقدر تهرب وتطفي شبابنا زي ما حصل مع بغدودة. القصة كلها تبتدي وتنتهي بإرادتنا وإحنا عايزين نعمل إيه. حبيت أشارككم بقصة أول مدربة طيران مصرية. دقائق معدودة وهيكون عندنا ضيفنا في استوديو مساء الخير الفنان القدير الجوكر سامي مغاوري.